سيصدر قريبا بحث المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. المرجع الديني المهندس الصرخي الحسني. استدلالات تامة ملزمة لنفي خرافة وأكذوبة كسر ضلع الزهراء وإسقاط المحسن وسد كل أبواب النقد والاعتراض. خارطة البحث: المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. أولا، الشيخ المفيد رضي الله عنه ينكر وجود المحسن. ثانيا، الطبرسي يطابق المفيد في نفي وجود المحسن. أولا، الأولاد 27 فقط ليس بينهم محسن. ثانيا، لفاطمة عليها السلام أولاد 4 فقط ولا يوجد محسن. ثالثا، وهن وشذوذ القائلين بالمحسن والإسقاط. رابعا، شيرازي وأخباري، منهج تدليس واستئكال. خامسا، المحسن وتدليس الشيرازية، فضلة الإخبارية المرجئة. سادسا، الإرشاد لا يصمد أمام مدلسة المحسن والإسقاط. سابعا، بين المطبوع والمخطوطات والهوامش ونسخة المجلسي. ثامنا، مجاهيل الإرشاد، الأصل والمخطوط والمطبوع. ثالثا، الإربلي وأئمة العلماء والعقلاء على نفي المحسن. رابعا، مع ابن الطقطقي والحلي 8 قرون تنفي المحسن. خامسا، توافق شيعي سني على إنكار الباب والعصرة والإسقاط. سادسا، فاطمة عليها السلام تنفي العصرة والإسقاط وكسر الضلع والمسمار. سابعا، الشيخ المفيد أبطل حادثة الباب، أنكر المحسن والإسقاط. ثامنا، عمر أم كلثوم علي عليهما السلام مصاهرة تنسف أسطورة الباب والإسقاط. أولا، مصاهرة ثابتة عند السنة والشيعة. ثانيا، عمر وأم كلثوم والأولاد زيد ورقية. ثالثا، ثبوت في الموروث الفقهي الشيعي. رابعا، استدلال الإمام الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام. خامسا، العباس يزوج عمر بأم كلثوم عليهما السلام. سادسا، استدلال الإمام الباقر عليه السلام في الميراث وصلاة الجنازة. سابعا، جنازة أم كلثوم وابنها زيد بن عمر رضي الله عنه. ثامنا، القادسية والمشورة. تاسعا، جمع السبب والنسب والصهر. عاشرا، بالمصاهرة رضا فاطمة والرسول عليهما الصلاة والتسليم. الحادي عشر، المصاهرة بين غضب فاطمة ورضاها وفرحها عليها السلام. تاسعا، علي مع الحق، علي مع عمر عليهما السلام، عمر حق. عاشرا، عمر صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حفصة أم كلثوم فاطمة عليهما السلام. الحادي عشر، الجنية، الظهور الأول، القرن 6 الهجري. أولا، مصاهرة تعجيزية. ثانيا، الظهور الأول. ثالثا، أوهام شاعر أو ساحر. رابعا، الخرائج، غث وسمين، ضعيف وغير مسند. الثاني عشر، جني عن جني عن جنية، لا صفار ولا أشعري. أولا، سند رواية الجنية. ثانيا، وثاقة جنية الشيرازي. ثالثا، المجلسي، عاطفة سلبية وحقد أعمى. رابعا، الخيط والعصفور،
المنتخب والأنوار المضيئة.